حبايبي طبعا عذروني كلش لانه انا تعبانه وصوتي كلش مبحوح. ايش جابرك؟ وصداع عندي راح يموتني. شمو ازيك؟ وبلاعي اجل يرحمكم الله. شلون طلاب اليوم؟ باخذ التليفون من تحطسين بنص وجهي. اقول لك بابا انا متعوده اشارك متابعيني بالسراء والضراء. تقولي لي هو انا اكثر واحد يضرب هاي السالفه. بعدك ما نازله من الفراش ودافع البطانيه تفتحين سناب ويا متابعينك. بعدك ما متريقه طقيت البيضه وفتحت سناب متابعين اكل ويا صمول وخبز. تندق الباب تفتحين سناب متابعين اندقت الباب افتح لولا. امك تصيح عليك تفتحين سناب متابعين فدوى ام صاحت علي اجاوبها لولا. يعني انا هذني كلهن سويتهن وقعد دوا ما اسالهم. انا طبعا مو ضد التواصل، لا ابدا مو ضد التواصل، بس اكو خصوصيات بحياتنا ما لازم ننقلها للعالم، ما لازم يعرفوها. شكلنا، شربنا، شلبسنا، شرحنا، شجينا، ما يصير، ما يصير كل شيء نقله للعالم. شبيك؟ غير نشلتيني، شبيه؟